بس معانا الآن من الشرقية سارة رفعت. سارة صباح الخير، ويعني كيف رصدت حتى الآن اليوم الانتخابي؟ صباح الخير مشاهدي قناة تن تي في، صباح الخير إيمان وعلى كل اللي معاكي في الاستوديو. يعني اليوم الأول من المرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية، احنا الآن في محافظة الشرقية وهي ضمن 13 محافظة بيجرى فيها الانتخابات حاليا في المرحلة الثانية. محافظة الشرقية بيبلغ عدد سكانها أكثر من 7 مليون ألف نسمة، عدد من يحق لهم التصويت ما يقرب من 4 مليون ألف نسمة. بتضم محافظة الشرقية 13 دائرة انتخابية، منها دائرتان ذات مقعد واحد وست دوائر ذات مقعدين واربع دوائر ذات ثلاث مقاعد ودائرة واحدة فقط ذات اربع مقاعد. يعني احنا موجودين دلوقتي في مدرسة احمد عرابي. لمزيد من التفاصيل حول سير العملية الانتخابية يشرفني ان يكون معايا سيادة المستشار اسامة محمود. سيادة المستشار اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. يعني عايزين نعرف من حضرتك اكتر عن العملية الانتخابية وسير العملية الانتخابية النهاردة مش ازاي. اول دلوقتي بسم الله ما شاء الله، يعني الدنيا كويسة، يعني ماشية عندنا هنا احسن من بعض المراكز الثانية، وربنا يكرم كده ان شاء الله يكون احسن من المرحلة الاولى كتير ان شاء الله باذن الله. لو قارنا العملية الانتخابية نسبة الاقبال المرحلة الثانية عن المرحلة الاولى، في فرق ولا لا؟ هو لسه صراحة لسه ما بنتش، عشان لسه طبعا النهارده اول يوم فلسه ما بنتش يعني، بس هو ان شاء الله ربنا يكرم ان شاء الله تبقى اكتر من المرحلة الاولى بكتير ان شاء الله. الفئة العمرية اللي متواجدة اكتر، يعني دايما اتعودنا من بعد ثورة 25 يناير 30/6 ان النساء هم اللي بيتصدروا المشهد، هنا في مدرسة احمد عرابي مين بيتصدر المشهد في العملية الانتخابية؟ طبعا اللي هم كبار السن تقريبا، هم اغلبيه تقريبا لحد دلوقتي، يعني الشباب لسه يعني ما شفتش حد من الشباب، قليل يعني جدا يعني. انت حضرتك تتوقع زياده نسبه عدد الناخبين في الساعات المقبله؟ يا مسهل يا رب، نشوف كده ان شاء الله باذن الله كله هيبان يعني ان شاء الله. سيادة المستشار، يعني تقريبا كان في نسبة أعداد باطلة كتير في المرحلة الأولى، وبعض المحللين أرجعوها إن فعلا الناخبين ما كانوش عارفين إزاي يدلي بأصواتهم، فإزاي حضرتك بتقدر تساعد الناخبين إن هم يدلوا بأصواتهم؟ وسريعا كمان عايزين نعرف العملية الانتخابية بتتم إزاي داخل اللجنة؟ هو عامة يعني هو كده كده أصلا الناخبين المفروض يكون واحد يعني بيعرف يقرأ ويكتب عشان يعرف يعني يختار المرشح اللي هو عايزه. فالأغلبية طبعا كانوا في المرحلة الأولى كانوا أغلبيتهم يعني كانوا مش يعني نسبة الجهل كانت يعني كبيرة جدا، فكانش بيعرفوا يعلموا طبعا وكده، بس ساعات بنرجع يعني احنا بنساعدهم لما يكون في حالات مثلا زي مثلا كفيف او معاق او كذا، كنا بنلجا ان احنا نساعده يعني كده في العمليه الانتخابيه. بالنسبه للمنتخبات بيتم التعامل معاهم ازاي في اللجنه؟ لا عادي بيخشوا، بس لازم اهم حاجه تكشف النقاب قدامي او قدام موظفه اللجنه بس عشان يعرف يثبت شخصيتها، وبعد كده بتمشي لعمليه انتخاب عادي ما فيش مشكله. في سيده موجوده لكشف المراه المنتخبه؟ في سيدتين عندي في اللجنه، فبيكشفوا النقاب يعني وبخليهم يبصوا عليهم يتاكدوا من هويتهم. المفروض بيكون فيها فتره استراحه، بتبقى من الساعه كام وازاي بيتم التعامل فيها؟ هي عامه بتبدا من الساعه 2:30 للساعه 3:30، مده ساعه يعني، على اساس ان الموظفين يريحوا فيها وكده، واللي عايز يتغدى يتغدى، وبعد كده بنباشر عمليه الانتخاب مره ثانيه. تمام. اخيرا حضرتك تقول ايه لكل من لسه لحد دلوقتي ما نزلش يدلي بصوته؟ انا بقول يعني المفروض كله ينزل صراحه، يعني موضوع المقاطعه ده يعني مش في صالحهم خالص يعني، فهو المفروض ينزل عشان يدلي بصوته ويختار المرشح اللي هو هينوب عنه عن الدايره بتاعته. بشكر حضرتك، شكرا جزيلا سياده المستشار.